بس حبيبي. عشان تيجي تتجوز بتبقى مشكله جامده، ناس ياما مش بتعرف تتجوز والحيضه بتفوتها. طيب اتصرف ازاي واعمل ازاي؟ طيب عندي كلب شرس مثلا، هعمل معاه ايه؟ طبعا عندنا دلوقتي مثلا ذكر وانتهى، نطلع عاليه شويه الذكر مثلا قصير. طيب لو النتاية عندي شرسه الذكر شرس هعمل ايه؟ طب النتاية عن الذكر هعمل ايه؟ ايه اللي ممكن انا الحق واعمله عشان اعرف اجوز كلب؟ طبعا النتاية زي ما انت شايف نتاية كويسة، ايه بس اعلى من ايه؟ والذكر زي ما انت شايف الذكر قصير على الارض. طيب هل هعرف اجوزه؟ طب هجوزه ازاي؟ ايه اللي انا ممكن اقدر اعمله؟ عشان تعرف تعمل كده اهو زي ما جينا قلنا الاول، بتبص على فرج النتاية، بتبص على الفرج، بتشوف الفرج في مثلا لا قدر الله بليه ولا لا، الفرج واسع وكبير ولا لا. انت سبت شنطتك؟ طيب دلوقتي على اساس ممكن تلاقي نتايات بيجي الدكتور يطلع عليها تلف وتقعد، النتايه صغيره وخايفه تلف وتقعد، يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى انا هلبس الكلبه كمامه عشان اضمن للكلبه ما تلفش ما تعضش ما تنتش ما تعملش اي حاجه من الحاجات دي. اضمن حاجه ايه؟ تلبس كمامه. ليه بنلبس الكمامه؟ بنلبس الكمامه على اساس الكلبه ما تلفش تعض الكلبه. يلا بينا هناخد كده الكلبة. طبعا الكلب مش طايله، بعمل ايه؟ ممكن اجيب حته ابلكاشه خشب، اجيب طوبه اللي انا اعلي بيها الذكر زي ما انت شايف كده، بوقف كده الذكر عليها وبظبط النتايه. طلع بره.
بالراحة بالراحة بالراحة. يعدل كده رجله. بس. بس. وربنا يبارك يا ربي. وادي دول الدكر والنتايه هم اللي كانوا متصورين بالليل. يا بت يا بت كان بيطلع بيبقى مهايبر من الشداد بيبقى خايف زي ما انت شايف اهو. طبعا فزع كل الناس كانت شايفاه وعارفه ان الكلب كان بيبقى خايف ومهايبر وبيجري. طبعا احنا هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنعمل حركه جامده برضو زي كل مره. لازم كل مره اللي احنا نعمل ايه؟ حاجه مفاجاه. دلوقتي انا طلعت فزع اهو. امسكوا بس عشان الراجل ما عدي. تعالى نسيب الكلب اهو. يلا. ضاعت فلوسك يا بلال. اوعى المصر. هنا بقى ده اللي بنتكلم فيه بقى. اللي انت اهم حاجه عندك يبقى عندك ثقه في اللي انت بتعمله. هات يا حبيبي. يلا. لازم تخلي الكلب يحبك عشان الكلب يعمل اللي انت عايزه. الكلب لما يحبك هيبقى فرحان وانت هتبقى فرحان. تجيب كلب كده اهو يبقى مرعوب وخايف وخايف من كل حاجه وتطلع الكلب بيبقى مرعوب تمشي بيه للدرجه دي يبقى انت كده عملت ايه؟ عملت انجاز. زي ما انت شايف كده اهو ممكن تمشي قدام شويه كده اهو ماشي زي ما انت شايف كده اهو. انا وقفت الكلب واقف اهو بيشم. همشي كده اشوف الكلب هل بيستجيب ويمشي معايا وكده اهو ولا ماشي كده طبش وخلاص. الله. هو ماشي دلوقتي قدامي اهو وبيشمشي. انا هسيب الكلب اهو وهرجع من غير ما ندهبه ولا اعمل اي حاجه. زي ما انت شفت الكلب انا سبته ولا نديت ولا صفرت ولا اي حاجه. كلب بص ما لقانيش جه جاري. هو ده اللي بنقول عليه حب كلبك وصل له
حبك وحنيتك الكلب هيبقى يعمل كل حاجه. ايه الكلبه دي؟ ايه الكلبه دي؟ وهي جارو عندها مثلا بتاع 40 يوم كانت قدام المزرعه، بنحضف لها اكل وتاكل وتلعب وكل حاجه، تقف تستنانا، تمشي ورانا وتقف تستنانا. شرسه كمان، شرسه كمان، وفيها شراسه. هي كانت بتتعلم، بتبص علينا من الباب، كانت بتبص من علينا من الباب واحنا بنشغله الكلاب، واشتغلت معاهم. فازع شاطر. طبعا كده برضه فازع ما اشتغلش لايه؟ برضه للدرجه ان برضه مهما كان الكلب اللي عملناه كده اهو معجزه. بص دخل لوحده اهو جوه اهو. هبص هسيبه وامشي. دور عليه بيسم. بص بيشم حركاته اهو، بيشم مشيته. بس دور يا عجبك يا ده. اوعى تروح عند السم بالنار هيقرمك. ده هو هيخش جوه كده. يلا بس يا بنت يا بنت، دخل على المكان. الكلب التاني طلع ودخل. قاعدة الكلب التاني ايه ده؟ طلع ودخل تاني. تعال هنا انا فاز. يلا طبعا عايزين بقى نعملوا القصة دي مع الكلب ده. زي ما انتوا شايفين لما جينا طلعناه قبل كده وانا بسيبه كده في المزرعه يروح يلعب ويجري ويتنطط ويرجع مكانه. هنطلعوه برده. تعالى يا حبيبي. بس 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 ده عمره ما بيسمعنا. طبعا الكلب ده لو انتوا فاكرين وتقرب منه يطقطق بسنانه ويعض ويعمل، طبعا الكلب هيطلع هيفضل يتنطط كله يجري كله يجري بسرعه كله يجري كله يجري كله يجري. بس بس تعال تعالى انت شوف بيعمل ايه بره. اطلع اطلع يا قدني انا اطلع. اطلع يلا 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 طبعا ده لو فرق خلاص هيطير ان شاء الله. هنا اصلا بس ممكن يخش يرجع على المزرعه تاني. لا ما هيجري ما هيصدق. لا اكبر دي اللي هتروضه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه النهايه دي؟ تعال 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 هني. هي دي اللي هتروضه. امريكاني جامد. بيعمل امريكانيات الكلب ده. امريكاني زي ما كنت بعمل بالموتوسيكل. والنبي اعملها تاني والنبي. خلاص ما تحق. بس تعالى بس بس تعالى تعالى. طبعا لازم ما تتكش على الكلب، ما تشدوش جامد، ما تعملش. بس انا وارد اللي انا ايه اشد، لان الكلب ممكن لو فك هيجري. تعالى يلا يلا تعالى تعالى تعالى
لازم ان انت تتعامل معاه بالراحه، لان الكلب اصلا خايف ومرعوب. فانا شويه كده اهو، تعال حبيبي تعال تعال، شاطر شاطر، بس بس تعال بس. يلا يلا بينا، تعال يلا بالراحة بالراحة. طبعا ما برضه المانينو، المانينو كان بيعمل كده برضه وصل. تعال تعال تعال، طبعا ده أول مرة يطلع المزرعة. يلا تعال يلا، شاطر شاطر شاطر، يلا يلا بينا تعال يلا يلا تعال. عايز يخش يستخبى في اي حاجه. يلا خليه يعض. رجع مرشدين. شفت بيه يعني تعرف انا مرشدين؟ ما شاء الله يعني، واحدة واحدة مع الكلاب، لأن الكلب برضو ده يعني بيستوعب بطيء برضو، مش بسرعة ومش إنسان آلي، فزي ما أنت شفت كده أهو. ربنا المستعان إن شاء الله. بكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو ان تكونوا استمتعتوا معانا. وهنا هنا سادتي وسادتي، نطلع لك من اليوم، والى اللقاء في الحلقه القادمه.